فهمت لي معكم نزار مروك قيمة الفيديو اليوم مع نشوفوا شنو يشري شنو يشري الحلقة الرابعة هضرنا على شنو يشري في الحلقة الأولى السوري شفنا لي كاسك شفنا كلافي ميكانيك اللي خاصين بالجيمين أحسن حاجة خاصة بالجيمين نحاول نعملوا فهاد شنو يشري الحلقة اليوم غنهضرو على لي كارت جرافيك أهم حاجة بالنسبة لي كومبوزون في بيسي هو كارت جرافيك بيها تقدر تخدم بليزيور جو بليزيور سيتينغز يعني كتخدم اتش دي هاي فيري هاي يعني على حسب كارت جرافيك اللي عندك هي اللي غتعطيك الريزوليسيون والطوب الكاليتي ديال الجرافيزم اللي خاصك تعمل تينا بها دونك دابا نبداو قاعد لي كارت جرافيك يعني كارت جرافيك اللي غتخدم لك كاع لي جو غير شنو هي كاينه بعد لي جو يخدموا الطوب كاليتي كاين لي جو اللي يخدموا بالميديوم كاليتي ولا هاي على حسب الجرافيزم اللي في ديك لو جو التكستور اللي في ديك لو جو والريزوليسيون حنا نشوفوا فقط الريزوليسيون فول اتش دي كاينه 4K 2K 4K 2K خاصها الكارت جرافيك تكون عندك واعره والبروسيسور يكون عندك حماق ما شاء الله تجيب واحد 30 اف بي اس الفوق اوكي ليتس جو دونك بالنسبه ل ام دي ننصحكم تبداو ب 370 او 380 هادو لي كارت جرافيك اللي تبداو بهم هادو يخليوك بالنسبه ل ام دي تخدم كاع لي جو كاين بعض لي جو اللي يخدموا لك بحال الباط في دار باصل يكون فيري هاي هاي 60 اف بي اس فيري هاي تقدر تحب بها شي حاجه ولكن التمتع باللعبه سون بروبليم يعني كاع لي جو تخدمهم سون بروبليم وكاين بزاف الناس خصهم هادشي اللي خصهم خصهم كارت جرافيك اقل كارت جرافيك ممكن باش يخدموا كاع لي جو ما كيهموش الجرافيزم بزاف ما كيهموش الاف بي اس بزاف وهادو لي كارت جرافيك اللي عصو حلو اخوانا 370 بالنسبه ل ام دي و 380 باقا بالنسبه ل ام دي هادو خاصين بالديزاين دي تقدر تخسروهم ديال ريفيرونس يعني لي كارت جرافيك اللي كيجيو من عند الشركه ديالك تقدر تخسروهم نو ريفيرونس نو ريفيرونس هي كتكون كارت جرافيك كيعطيوها كارت جرافيك لشركات اخرين هما كيعدلوا المبرد ديالهم وكيعدلوا ديك البياسات اللي يكونوا في وسط منهم ديال الالكتريسيتي كيكونوا بزاف ديال التخابيق في وسط منهم هما كيعدلوهم هما كيعطيوهم غير الجي بي يو يعني كيعطيوهم جي بي يو الداخلاني كيقولوا نتوما عدلوا اللي بغيتوا بها وهادو كيكونوا غاليين شي حاجه مقارنه ملي كيجيو مع الشركه ديالك حيت كيكون فيهم التبريد مزيان كيكون فيهم شنو سميتو الكتريسيتي الضوء كينقصوا من الضوء بزاف يعني كتبقاش يستهلك بزاف الضوء وهادشي اللي كاين بالنسبه للام دي بالنسبه نباسيو انفيديا تقدروا تبداو ب 950 يعني انفيديا ديال 950 اولا نقول نقدر لكم كاع جي تي اكس 660 ولا 700 اولا 760 فهمتي الكارت جرافيكات اللي 960 انا ننصحكم ديريكت يا اما جي تي اكس 660 اما 760 يا اما اقل حاجه ممكنه 950 بالنسبه للجيليراسيون الاخرى هادو الاولى بعدين كيمشيو على حسب الثمن اثمنه ما بغيتش نعملهم حيت كيتبدلوا ومشيو للانترنت تعرفوا الاثمنه ديالهم وعتعرفوا حتى شنو سميتو بالنسبه للكاليتي ديال بخي ماشي ديما كيكون نفس البخي كل بياع كيبيع ماشي نفس البخي حيت كيجيبهم على حسب شحال جابهم بالترونسبور ديالو وشحال خصو يخلص هو ولكن كيخلص شي ضريبه ولا شي حاجه المهم نتوما كتعرفوا الحوانت كل واحد الاثمنه ديالو دابا غنباسيو دوزيام جينيراسيون الجينيراسيون الثانيه وهي الجينيراسيون ديال اللي غتخلي لك تخدم كارت جرافيك لي جو كاملين فول اتش دي الترا وفيري هاي يعني كتبقى غير بين الترا وفيري هاي وكتسارى في 60 اف بي اس هذه اللي واعره بزاف هذه هي اللي احسن مطاع بالنسبه للكارت جرافيك كتمشي في الوسط عندنا 200 تقدروا تمشيو ل ام دي 290 او ل 290 اكس تقدروا تمشيو 390 او 390 اكس بالنسبه ل ام دي تقدروا ايضا تمشيو ل جي تي اكس 970 او 960 دابا هادو كاملين كنقول لكم فقط غير اون جينيرال ما كنمشيش بريسيزامون حيت كنقول لكم ماشي شنو تشريو يعني انت مشي قلب سقسي على شنو فيها شنو زايد شنو ناقص الثمن وقلب على المسائل انا كنعطيكم فقط واحد الاتجاه ماشي حاجه 100% شنو باقي لنا يا اخر دوزنا على انفيديا دوزنا على ام دي ودابا غنباسيو للتوب دو التوب يعني غنبدا لكم من التوب توب يعني عندك فلوس بزاف باغي تخدم كاليتي 2K يعني ماشي فول اتش دي فايت دوبل ديال فول اتش دي اولا باغي تجيمي في 4K من تماك راك انت هادشي اللي بغيتي تقدر تبدا ب جي تي اكس 1080 اولا جي تي اكس 1070 هادو تبدا ليهم او من جينيراسيون الاخرى تسناهم يخرجوا وشريهم دابا تجيمي بهم مخير هما كيساوي في بيرفورمانس باغ اكزومبل جي تي اكس 1070 كتساوي في بيرفورمانس جي تي اكس تايتن اكس
وبالنسبة لجي تي اكس 1080 كتساوي كتفوز التايتن اكس تقريبا نقول لكم 40% اذا كتفوتها على حسب لي جو كاينه بعد كثار كاينه بعد قل هادو بعدا لي جو اللي صغار كارت جرافيك تشريها وانت مرتاح وهاد جيمي فيها 4K فول اتش دي 2K ترانكيل طبعا ما يكونش 60 اف بي اس بالنسبه ل 4K حيت 4K دابا كارت جرافيك وحده 60 اف بي اس صعيبه بزاف لهذا الا طيحتي لي بارامتر تلعب 4K 60 اف بي اس بلا مشكل غير طيح شويه تم بلاصه الالترا جرافيك تستعمل الهاي ديري هاي على حسب لي بارامتر شنو عندنا يا اخي بالنسبه ل ام دي عندنا 390 اكس وخا عملتها في الكاتيجوري الثانيه تقدر تطلع حتى الكاتيجوري الاخرى حيت كتخدم حتى 2K 4K غير شني علاش غير شني كضرب الضو بزاف كاينه فيوري اكس كاينه ار 9 نانو هادو عاوتاني حتى هما ار 9 نانو هي اللي واعره عرفتي علاش حيت هي ستيتوا بالنسبه لي طاي ديالها صغيره ما كتضيعش الضو بزاف اوكي انا بزاف دابا انا كنعطيكم الاسماء فهمتي اون جينيرال كنهضروا بحال جماعين والسلام وانتوما كل واحد سمعتوها وبغيتوها جات في الثمن ديالكم شوفوا لها المسائل ديالها شنو اللي شنو اللي باغيين واش باغيين الجو يخدمكم اتش دي سون بروبليم باقل ثمن كاتيجوري الاولى بغيتو الكاتيجوري الثانيه يخدمكم كاع لي جو فول اتش دي 60 اف بي اس فيري الترا كاتيجوري الثانيه وكاتيجوري الثالثه من فوق انتوما ماشيين تايتان تقدروا تدخلوا على جي تي اكس 1080 980 تي اي تقدروا تدخلوا على ام دي 390 اكس تدخلوا على ار 9 نانو ولا تدخلوا على على فيوري اكس دابا هادو كاملين يعني في الطوب ديال الطوب تدخل عليهم صرا زعما جوج مع بعضياتهم جوج لي كارت جرافيك مع بعضياتهم في الاس ال اي اس ال اي هو ديال خاصه بالانفيديا وكروس فاير خاصه بها عندي وانتم اختاروا اللي بغيتوا دونك هذه كانت واحد المعلومه مجموعة من داكشي اللي وراه صحيح عاوز نعطيها لكم حيت كاينه بزاف الدراري اللي ما عارفين حتى علاقة عندهم بديك كيوصلوا لي ميساج ما عارفين حتى شمن كارت جرافيك يخسروا مرونة لهم قضية وبيان سور كاينه الدراري اللي عارفين كثار مني في لي كارت جرافيك وكل واحد شني في راسو فهمتوني دونك هادشي اللي كان في راسي بغيت نوصلكم ونتثقفكم بالنسبة لكارت جرافيك شنو تشريو هادي هي الهدف ديال الحلقة دونك نتمنى يعجبكم الحلقة ديما كانت خفيفة وظريفة نهضروا لي على شنو خصكم تشوفوا بالنسبه للحلقه اللي ما جا في الكومونتير تحت ابوناو للناشين مي كتابوناو فيديوز كيوصلكم حتى عندكم الساعه اللي كيخرجوا تعملوا اجوتيو نوتيفيكاسيون وجوينو لينا في باج موروكو جيمر فيسبوك فيها جيمرز كاملين المغاربه مجموعين كاينه الميمز كاينه النيوز كاينه اللي بغيتو كلشي موجود تقدروا تجونا اللي ديالها في ديسكريبسيون تاع الفيديو ما في ديسكريبسيون ديال الفيديو غتلقاو لينا كامل اللي تحتاجوا ايوا هادشي اللي كاين بالنسبه للحلقه اليوم خليكم في شي ماشي تهلاو بيس